انت فلسطين وهذاك فتحي فتح ولا فتح لو اللي مرق ان شاء الله كان قد هذا قوي وشعب هذا منه التيك توك ليش بحدث كان اللي صاحب من رفع عنده حديقة حيوان وشفت الأشبال عنده يعني وعرضت عليه إني أشتريهن وفي البداية رفض فأنا تميتني أمشي كل يوم رايح جاي عليه رايح جاي عليه عبل موافق يبيعن إياهن وشريت منه فأول ما جبت إن كنت أطعم كل يوم 3 وجبات أحط الصبح والظهر أحط مقاش كبد والعشاء أحط لهن فرخة لما كان عمرهن 2.5 شهر الحين وصل عمر 11 شهر بد يعني 20 كيلو لحم في اليوم بكفيهنش انا بقدرش انا بطعمهن وجبه واحده في اليوم قبل المغرب برميلن وجبه واحده 10 فرخات وفطور وغدا ما فيش يعني وانا مش قادر يعني اوفر الا التكلفه هذه كليات وانا قررت الاستغناء عنهن يعني ما كنتش متوقع حتكون تكلفتهن زي هيك وما كنتش حاسب اني يعني غير بدهن فراخ غير بدهن اكل بدهن اكل حي باكلنش اكل يعني باكلنش الاكل البيت او الفاسد هذول موجودات في بيتي يعني والمكان يعني وجودهم في البيت مش امان يعني بشكل خطر على الطنيات بشكل مش طبيعي بخاف يعني انسى المفتاح اخلي الباب فاتح يفتح يطلع يتهجم عطل على واحد من الاولاد بطالب المؤسسات الرفق بالحيوان اللي هي مؤسسة فور باوز والبطالب برضو المحمية الطبيعية اللي في الاردن هذول يعني يجوا يتبنوا الاسود يعني ويوفروا لهم بيئة طبيعية أو محمية طبيعية أو يرجعن لموطنهن الأصلي لأنه في غزة ما إلهن حياة يعني والآن أنا مش قادر يعني أوفر إلهن الأكل يعني أصلهن في أفريقيات والحمد لله دوا ما بس لما كان عمره 2.5 شهر دقناهن تطعيم لا تسمم المعوى وبس غير هيك ولا شيء لا هو صعب في التدريب وما بيستجيب زي مثلا ما بيستجيب زي الكلب يعني كذا حاولت معاه كتير وهو صغير حاولت معاه كتير يعني في استوعاب بس مش فيش عنده اخلاص ولا عنده وفاء زي الكلب جابوا الهنيه بدهم فيديو هن باكل ايش باكل